انا عايز اسال سؤال قد يبدو حساسا، هي مصر ما فيهاش جوامع؟ يعني هل اي وقت في الالف سنه اللي فاتوا، مش العشر سنين او الخمستاشر او الثلاث سنين او السنتين فاتوا، في اي وقت حسيت انه مصر ناقصها جوامع؟ يعني مثلا كنت عايز تصلي وبعدين لقيت بلد ما فيهاش جوامع، قرية ما فيهاش جوامع، نجع ما فيهوش زوايا. مصر ده احنا، انا مش عايز اتكلم، يعني انا مش عايز اتكلم بقى الالف ميزانة، على فكرة الالف ميزانة دي احنا عدناها من مليون سنة. دي مصر ما فيهاش غير جوامع، ده اي حد بيبني عمارة يبني جامع وبعدين يبني. يا جماعة انا في محطات بنزين ودي مش موجودة في اي حتة في العالم، فيها جوامع في مصر، محطات بنزين، الجامع في كل اينما تولي. ده انت في مصر هو اعظم مشهد في السينما المصرية ايه اللي اخترعه العظيم حسن امام؟ انه لما يبتدي الاذان في الشارع، الله الله الله، انت الصبح تسمع اذان الفجر في المنطقة اللي انت فيها من 40 جامع. مصر ناقصها جوامع، يعني تخيل بقى ان هو جاي يكلم المصريين. طب هي قطر فيها كم جامع؟ طب هسألكوا السؤال اللي القطريين نفسهم ما عرفوش يجاوبوا عليه، هو في قطر وقت صلاة الجمعة كل الجوامع بتشتغل؟ انت عارف عندك كم جامع في مصر بيصلي الجمعة؟ انت عارف جوامع مصر قد ايه؟ انت عارف حجم الجوامع من جوه قد ايه؟ مصر بتبني جوامع حتى من غير بنا جديد، احنا هي ناقصة جوامع. انت لو تكلمني انا اقول لك لا احنا يعني عندنا جوامع، وبعدين سابوا كل حاجة بقى وبيقولوا له ايه؟ يقول له بس بص خدوا بالكم بقى من الجريمة، هدوا الجوامع في المنطقة دي، هم بقى هدوا الجوامع بقى في المنطقة دي وسابوا الكنيسة، اللي هو بيقول له ايه؟ هد الكنيسة. طب ده انت الراجل، ده انت ضد ان ده منطقك انت، يعني ان انت ضد ان احنا نهد بيت ربنا، ما تهد انت، عايز يقومك يقول لك الحق، ده هو سايب الحاجة بتاعت الاقباط وحاجة المسلمين هي اللي بتتهد، ده كافر، ده بيهد جوامع ايه اللي بتتهد؟ احنا عندنا كمية جوامع، ده انت لو فكرت حتى ما تعرفش. انزل اي قرية، انزل اي مدينة، امشي في اي ده الشارع اوله جامع وفي نصه جامع واخره جامع ووسطيه عشر زوايا. خش اي مصلحة حكومية، الدور التاني في الزاوية بتاعت عم ابراهيم، الدور التالت في الزاوية بتاع حسن بيه، الدور على السطوح ابراهيم الحنفي بيصلي بينا الظهر. مصر دي بلد جوامع وطلع لها بلد، مش بلد وفيها جوامع، دي بلد فيها جوامع وطلع لها بلد. ده المصريين ما بيعملوش حاجة غير ان هم بيبنوا جوامع. خف روح باني جامع، ابنه نجح روح باني جامع، رجع من الحج روح باني جامع، بيبني عمارة روح باني جامع، مش عايز العمارة تتهد يبني جامع. ده بنا الجامع في مصر ده يعني، وتعال اقول لحد بنفرش جامع عايز بطل طلع افرش الكليم والسجاجيد والميضه والمش عارف ايه، ده المصريين في موضوع يعني ما حدش كلمنا في الموضوع ده يعني غريب. مهم انا برضو الواحد اصله بيشوف حاجات غريبه فبيستغرب واللي بستغرب له اكتر بقى، واحد يجي يقول لك لا حول ولا قوه، تقول له يقول له بيهدوا جوامع مين يا ابني اللي بتتهد؟ طب انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، 2018 اردوغان هد ادم جامع عنده عشان يدي الارض لامير قطر عشان الراجل يبني عليها قصر في منظر خلاب جميل،
جامع تاريخي من اهم الجوامع اللي عنده عشان يديها لامير قطر. مش بقى ده طريق معدي وبنحسن وهنشيل الجامع من هنا ونخليه بعد كده في حته تانيه ونعمله واحد كبير وحد. مصر احنا معانا زميلنا محمد الرئيس من الأليوبية. اهلا محمد. مساء الخير عليك استاذ عمرو، ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج الحكايه. احنا في محافظه الأليوبية. خلينا ابتدي معاك الكلام انه احب البلاد الى الله هي المساجد، والمساجد هي بيوت الله على الارض، وهي الاماكن الواجب علينا كمسلمين عمارتها اما بالتشييد والبناء او باعمارها بالصلاه وذكر الله فيها. وكتير من المصريين بتتعلق قلوبهم بالمساجد، واحنا النهارده موجودين في واحده من المحافظات اللي كانت على موعد مع افتتاح ثلاث مساجد. النهارده في محافظه الأليوبية تم افتتاح ثلاث مساجد، اكبرهم هو المسجد اللي انا موجود فيه حاليا، هو مسجد الضرب الكبير في قريه السيفه في مركز طوخ في محافظه الأليوبية. المسجد ده تم عمل عمليه احلال وتجديد وتوسعه ليه، هو على مساحه 800 متر مربع حاليا، وتكلف في عملية الإحلال والتجديد دي حوالي 8 مليون جنيه تقريبا. تاني مسجد بعده هو المسجد اللي موجود في شبين القناطر، هو مسجد مبني على مساحة 350 متر مربع، وتكلف حوالي 3 مليون جنيه مصري. وبعدها في الخنكة في سيرياوس مسجد الصابرين، وهو المسجد الأصغر في الثلاثة اللي تم افتتاحهم النهاردة. المسجد ده على مساحة 250 متر مربع، وتكلف حوالي 2 مليون جنيه. المساجد تم بنائها وإحلالها كلها وتجديدها، هي كانت مساجد قائمة تم هدمها وبنائها بالشكل الجديد اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهي تمت بجهود ذاتية لكن تحت إشراف وزارة الأوقاف بالتزام تام بالرسومات الهندسية وإشراف مستمر من الوزارة، وتسلمتها الوزارة وأقيمت فيها الصلاة بداية من صلاة الجمعة النهاردة. خليني أقول لك أنه أنا سعيد بشكل العمارة اللي أنا شايفه في المساجد النهاردة، إن كان في الضرب الكبير أو في مسجد الشقري في شبين القناطر، كلها مساجد العمارة اللي فيها بارزة. المساجد كنت ملاحظ أنه خاصة في صلاة المغرب والعشاء أنه في سعادة وإصرار من السكان اللي موجودين حوالين المساجد على التواجد في المساجد. المساجد كلها مبنية، الإضاءات فيها زي ما حضرتك شايف أو المشاهدين شايفين، زي ما كل إنسان بيتمنى إنه المسجد يكون المسجد متسع، في مفروش بأحدث الفرش، في كل الأشكال الجمالية اللي تجذب الإنسان اللي بيحب أو بيتعلق قلبه بالمساجد إنه يكون موجود في المسجد، خاصة في الفترة اللي احنا بنمر بيها في انتشار فيروس كورونا ووجود تعليمات للتباعد وغيره. خلينا أقول لك إنه كان في التزام واهتمام من المشرفين على المساجد ومن بعض المواطنين بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على عدم التقاط العدوى الفيروسية من أي شخص. احنا موجودين مثلا في المسجد دلوقتي، أنا شايف علامات موجودة على الأرض في كل مكان للحفاظ على المسافات بين المصلين. أنا شايف إنه في تعليمات معلقة على الأعمدة في المسجد، شايف إنه في إغلاق للميضة أو مكان الوضوء والحمامات في المساجد. الحاجات كلها اللي أنا بكلم حضرتك والمشاهدين عنها دي حاجات موجودة دلوقتي للحفاظ على صحة المواطنين وعدم التقاط أي عدوى أثناء الصلاة. ممكن الكاميرا تجيب لنا العلامات اللي موجودة دلوقتي، ممكن نحاول ان احنا نظهر الصورة للمشاهدين عشان يشوفوا الكلام اللي انا بتكلم عنه، يعني ما بقاش انا واقف والصورة ثابتة. الكلام اللي انا بقوله كله انا شايفه بعناية دلوقتي، مساجد جميلة جدا، مساجد الحمد لله وفق الناس اللي ساكنة حواليها ووزارة الأوقاف في انها تعمرها وتبنيها بشكل طراز اسلامي جذاب للمصلين اللي بيتواجدوا في المساجد دي. في ملحوظة مهمة أنا شفتها، أنه في المسجد خاصة في مسجد الشقري في شبين القناطر، في وقت صلاة العشاء كان فيه اهتمام من المصلين أنهم يحضروا سجاد الصلاة معاهم، أن الناس يبقى لابسة كمامات. ولكن ليا رجاء خاص من المواطنين في الحالة دي، أنه
يعني خد مصلياتك معاك وانت خارج من المسجد، ما تسيبش المصليه وتنتظر ان انت هتيجي بعد كده تشيلها من وسط المصليات اللي مرصوصه في اي مكان، عشان تحافظ على صحتك باكبر قدر، وعشان نتجنب فكره ان احنا التفشي تاني وفكره اغلاق المساجد مره اخرى، خاصه انه افتتاح المساجد مره اخرى كان من اسباب سعاده الكثير من المصريين والناس المتعلقه قلوبها بالمساجد. اللي انا شايفه النهارده كشخص مر بالتجربه دي، ان انا زرت اكتر من مسجد جديد وتم افتتاحها، وشايف المواطنين اللي موجودين ومقيمين حوالين الاماكن دي، وهي قرى بعيده جدا، مش اماكن في قلب المركز ولا مكان في قلب المحافظه ولا حتى اماكن في قلب القاهره، كلها اماكن نائيه وبعيده عن بعضها، لكن بالنسبه لي شايف حاله من السعاده. حتى انا اصبت بحاله السعاده دي بعدما شفت المساجد والعماره والفن والجمال اللي تم تنفيذ المساجد دي بيه. خليني اقول لك انه الاماكن الوضوء والحمامات مبنيه بشكل متقن جدا برضو، في أماكن لصلاة السيدات في المساجد سواء كانت مرتفعة في دور علوي أو حتى ملحقة بالمسجد، وهي كلها من الحاجات الجديدة واللي احنا نتمنى أن كل المساجد في مصر تكون بالشكل ده، والعمارة فيها تكون بارزة ويكون فيها الاهتمام والجمال اللي احنا شايفينه، لأنها في الأول وفي الأخير هي بيوت الله وأماكن التعبد الخاصة بنا. محمد الرئيس بشكرك، تغطية متميزة كالعادة، شكرا محمد الرئيس. ومعنا دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النهاردة، وكان هو اللي بيلقي خطبة الجمعة النهاردة. أهلا دكتورنا، ازي حضرتك؟ أهلا أستاذ عمر، حضرتك وبالسادة المشاهدين، وتحياتي لحضرتك وللأستاذ محمد على ما نقله وعلى أرض الواقع من خلال هذا البرنامج المحترم. دكتور محمد معلش انا اسف هسألك سؤال وانا اخجل ان انا اسأله، بس يعني ساعات بنضطر نسأل اسئلة عاملة كده. هي مصر فيها كم جامع؟ شوف اقول لحضرتك على حاجة. احنا الحمد لله رب العالمين اللي عندنا في مصر زي ما انت قلت يتجاوز 140 الف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية. 140 ألف، يتجاوز 140 ألف مسجد وزاوية. كملك حاجة هنا بقى، عندك من المساجد الجامعة ما يتجاوز 100، من المساجد الكبيرة الأصلية ما يتجاوز 100 ألف مسجد. يا نهار أبيض، 100 ألف مسجد. وبالمناسبة حاجة تانية، يمكن دي خلال أيام إن شاء الله نعلنها، زمان كانوا بيقولوا القاهرة بلد الألف مئذنة. أيوة طبعا. وباطمئنان الآن، وباطمئنان نستطيع نقول القاهرة أو مصر بلد المئة ألف مئذنة. القاهرة بلد المئة ألف مئذنة. مصر بلد المئة ألف مئذنة. المئة ألف. وإحنا حاليا كلفت خلال أيام نعمل حصة لعدد المئذن، وأتوقع ان احنا في حدود 100 ألف مئذنة باذن الله تعالى. فلا يزيد على مصر ولا على مساجدها ولا على ايمانها ولا على تدينها عبر تاريخ يا احد. وحضرتك عارف ان فطرة الناس في بناء المساجد، هقول لسيادتك حاجة بقى مهمة جدا بتأكد الكلام اللي حضرتك ذكرته، ويسمعني بعض الناس اللي هم من المتبرعين. انت بتقول الناس لما دي تقول هنفرش مسجد ولا عايزين مكات، الناس بتتدفق بصورة هائلة. طب انا هقول لحضرتك، هل تعلم ان بالذات مساجد آل البيت طبعا، مسجد الامام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، هذه المساجد تقريبا منذ ان توليت الوزارة لم نفرشها مرة واحدة الا من اهل الفضل وبتسابق بينهم. هو حد يطول ده الناس بيبقى ليها شرف ان هو ساهم في فرش الحسين او السيده زينب. ده انا هقول لحضرتك، الناس تيجي تفرش بعد شهرين ثلاثه يجين واحد تاني، خد بس خلي بالك ده لسه ما فيهوش مكان مناش. طب اقول لك احجز ان انت اللي تفرش بعده. خدت شوف بقى، يعني المساجد دي الناس بتحجز عنك عشان تقول لك انا اللي هفرش المره اللي جايه. ملهاش دعوه بالدوله، يعني الانشاء واعمار المساجد في مصر لا علاقه له بالدوله، ده شان مصري بحت، يعني شان الشعب. حضرتك بقى ومع ذلك الدوله هدي لحضرتك نماذج بقى محدده.
في المدن الجديده بتوجيهات سياده الرئيس ان اللي هتبني مجتمع جديد تعمل لنا المسجد والكنيسه. طبعا احنا الجمعه دي مستلمين 4 مساجد جديده من انشاء الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في مشايخ 3. هتبني مدينه جديده ابني فيها دور العباده المسجد والكنيسه. اقول لحضرتك الاسبوع الماضي تسلمنا الناس بقى اللي بتقول لك هد زاويه والهد، احنا لو هدينا زاويه واحده لتوسعه الطريق او محور او لانها بتعترض اقامه كوبري، الزوايا اللي كان تم ازالتها عشان توسيع محور المحموديه تسلمنا الجمعه الماضيه وبالاسماء موجودين على الموقع موقع الاوقاف، تسلمنا 7 مساجد جامعه من تنفيذ الهيئه الهندسيه. لا انت مش بتكلمني على مشروع، انت بتكلمني على جوامع الناس تروح تلاقيها، 7 جوامع اتبنوا جداد عاملاها الهيئه الهندسيه، الناس تروح تصلي فيهم بكره. لا ده تصلي فيهم بالفعل، وتم افتتاحهم الجمعه الماضيه بحضور السيد محافظ الاسكندريه وفي مطروح بحضور محافظ مطروح لله العالمين. يعني المساجد اتبنت وتم تسلمها بالفعل فعلا على محور المحموديه. الحاجه الثانيه المساجد اللي عادها الزميل الاستاذ محمد، احنا استاذ عمرو وطارت اوقاف، يعني لما بنقول هنفتح 314 مسجد في شهرين منهم 200 مسجد الجمعه النهارده والجمعه الجايه، النهارده 130 والجمعه الجايه 70. 200 مسجد في اسبوعين؟ في 8 ايام 200 مسجد في 8 ايام. هقول لسيادتك بقى ال 200 مسجد دول كل مسجد باسمه وعنوانه مكتوب على موقع وزاره الاوقاف. يعني الزميل الثلاث مساجد اللي جابهم في القليوبيه، لو اي حد بيسمعنا دلوقتي هيدخل هيلاقي الثلاث مساجد باساميهم وعناوينهم زي الزميل ما قاله، مش هيلاقيهم لا 2 ولا هيلاقيهم 4، وده منشور من عده ايام. يعني النهارده لما قلنا 130 مسجد منهم النهارده 53 مسجد في محافظة واحدة في يوم واحد في محافظة الشرقية. طب وإيه يا فندم محافظة الشرقية كانت محتاجة 53 مسجد؟ هقول لحضرتك بقى. أنت عارف واحد سألني سؤال كده. حد سألني سؤال. هو أنتوا عملتوا ضغط على الجماعة الإرهابية اللي بتشوه؟ قلت له لأ. هو أنت لو بتعمل ضغط الحملة من أسبوعين هتلحق تعمل جامع ورخصة لا طبعًا ما تلحقش. إحنا فقط أظهرنا ما كنا نعمله من قبل. أنا هقول لحضرتك بالأرقام بقى. المدن الجديدة والأحوزة العمرانية الجديدة في الست سنوات اللي مضى الإنشاء الجديد جامع بمعنى كلمة جامع كما عرض الزميل، سواء من تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية في خطتها للإعمار أو من تنفيذ بعض الأهالي اللي المجتمعات العمرانية خصصت لهم أماكن. ما تم دول 1200 مسجد جداد، وكل مسجد بمعنى كلمة مسجد، وأي حد ساكن في مدينة جديدة هيعرف معنى المساجد اللي اتبنت حتى في مشائر الخير. يعني مسجد بخدماته بكل الأشياء اللي جواه، بمكان للسيدات، بتحفيظ قرآن، بكل حاجة. الإحلال والتجديد يا أصل عم اللي تم من الوزارة في 6 سنوات، لأن عندما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة للتصدعات الهندسية مغلقة هندسيا 3400 مسجد مغلق. ياه 3000 كان بعضها مر على إغلاقه ما بين 15 ل 21 سنة. يا ساتر. طبعا حطينا خطة الحمد لله في 6 سنوات والمساجد بالأسماء بالأرقام موجودة استطعنا الوزاره وحديها غير القيود الذاتيه اللي هكلم سيادتك عليه ده اللي نفذته الايه؟ الوزاره او اصرفت عليه غير القيود الذاتيه. 3602 مسجد في 6 سنوات احلال او تجديد، يعني اما المسجد يعني يهدم ويبنى بناء كامل او يحدث له الصيانه اللازمه. 3602 مسجد في خلال هذه الفترة. ولكن حضرتك قلت لي بقى المهمة اللي انت قلتها أمر مهم جدا اللي ذكره الأخ الأستاذ اللي نقل محمد الرئيس. محمد الرئيس عايز إيه؟ قدسية المسجد.
روحانية المسجد. تدخل المسجد تحس انك في مكان مهيئ للعبادة. منعنا، وانا بقول لحضرتك منعنا الاكشاك او الزوايا اللي يبقى واحد 5 متر و10 متر تحت مكان خانق، واحنا عارفين كلنا بوضوح شديد مع وجود ناس حسن النية وناس طيبة، الا ان كان بعض الناس في فترة طبعا دي كانت بؤر دي طبعا. انا هقول لحضرتك بقى اللي اتبنى تحت العمارات في الغالب العام اما عشان يسهل لنفسه التراخيص في فترة ما، او حاجة تانية بعض الناس لما كان اللي بيضم جامع للاوقاف يعين عليه عامل او اتنين يقول لك هنعمل زاوية ونعين الواد، يجي في ضيف 2000 بلوك ويبني جامع يقول لك هنعين عليه اتنين. فمنعنا ضم التعيين بالضم، التعيين بمسابقة. هذا جانب. الكلمة التاني، المساجد اللي اتبنت على السكة الحديد وعلى التاع والمصارف في الغالب العام شباب الجامعات اياها كان بيبني الزوايا دي ليهرب من المتابعة او المراقبة الامنية المجتمعية. يعني طبعا طبعا دكتور مختار، يعني التطور اللي حصل، انا اسف طبعا ان انا يعني شغلت حضرتك ان انا اسألك اذا كان عندنا جوامع كافية ولا بنبني جوامع جديدة، انما الصورة قدام الشباب المصري اللي يعني بعض الاحيان يعني طبعا لانه هو غيور على دينه وعلى جوامعه يعرف الحقيقة ويعرف الصورة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.